صفحات 321. 2. بفسخ العقد، وينقضي حق المساطحة إذا فسخ العقد المنشئ للمساطحة بسبب إخلال المساطح بالتزامه بدفع الأجرة المتفق عليها في مقابل الحق بأن تأخر عن دفعها 3 سنوات متتاليات، فلصاحب الأرض طلب الحكم بفسخ العقد. 3. بانتهاء العقد اتفاقا أو قضاء، وينقضي حق المساطحة كذلك باتفاق بين المساطح وصاحب الأرض قبل انتهاء المدة، كما ينتهي بالاستناد إلى حكم قضائي حائز على درجة البتات. 4. باتحاد الذمة، وينقضي حق المساطحة باتحاد ملكية الأرض مع ملكية حق المساطحة والأبنية والمنشآت بشخص واحد، فانتقال حق المساطحة إلى صاحب الأرض أو انتقال ملكية الأرض إلى المساطح بأي سبب يؤدي إلى ضم ما تفرق من الملكية فتجتمع في شخص واحد السلطات التي يخولها حق الملكية لصاحبه، فينقضي حق المساطحة بهذا الاتحاد. الفصل 7. حقوق الارتفاق. عالج القانون المدني العراقي حقوق الارتفاق في المواد، وذلك في 3 فروع. تناول في الأول منها ترتيب حقوق الارتفاق، وفي الثاني أحكام هذه الحقوق، وفي الثالث انقضائها. المبحث الأول: ترتيب حقوق الارتفاق. نتناول في هذا المبحث تعريف حق الارتفاق وخصائصه، ثم أنواعه، وأخيرا مصادره وأسباب كسبه. الفرع الأول: تعريف حق الارتفاق وخصائصه. عرفت المادة 1271 من القانون المدني العراقي حق الارتفاق بقولها: الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه مالك آخر. فيتضح من هذا التعريف أن الارتفاق تكليف أو قيد يتقرر على عقار يسمى بالعقار الخادم أو المرتفق به لمصلحة عقار آخر يسمى بالعقار المخدوم أو المرتفق. ويفهم مما تقدم أن حق الارتفاق لا يتقرر إلا على عقار، فالمنقول لا يصلح أن يكون محلا لهذا الحق، وينبغي أن يكون العقار عقارا بطبيعته، فالعقار بالتخصيص لا يصلح أن يكون محلا لعقار ارتفاق مستقلا عن العقار بطبيعته، كما لا تصلح الأشجار التي تعتبر عقارا أن تكون محلا لحق ارتفاق. ويلزم أن يكون العقار ممن يجوز التعامل فيه، أي ما يصلح أن يكون محلا لملكية خاصة. ومع ذلك فقد ذهبت بعض التشريعات، كما ذهب بعض الفقهاء، إلى أن العقارات العامة تصلح أن تكون محلا لحق ارتفاق، يشرط ألا يتعارض ذلك مع الغرض الذي خصصت له هذه العقارات، كحق إقامة أكشاك للاستحمام على شاطئ البحر. ومن الفقهاء من يذهب إلى أن حقوق الارتفاق ما يتفق تماما مع الغرض الذي خصصت له العقارات العامة، كحق المرور وحق المطل وحق السبيل. خصائص حق الارتفاق: يتميز حق الارتفاق بالخصائص التالية: 1. حجة على الكافة. فحق الارتفاق حق عيني، فهو بهذا الاعتبار لا يحتج به في مواجهة مالك العقار الخادم فحسب، وإنما يحتج به في مواجهة الكافة. 2. حق تابع. فحق الارتفاق حق تابع لا ينفصل عن العقار، فهو يتبع العقار الخادم أو المخدوم وينتقل معه ويجري عليه ما يجري على العقار من تصرفات، فلا يجوز التصرف فيه مستقلا عن العقار بالبيع أو الرهن أو غير ذلك. ويترتب على ذلك أيضا أنه إذا بيع العقار أو رهن شمل هذا البيع أو الهبة أو الرهن حق الارتفاق كذلك باعتباره من ملحقات العقار محل التصرف. 3. حق دائم. وحق الارتفاق حق دائم، وصفة الدوام هذه تتآنى من كونه حقا تابعا، فما دام ضروريا للانتفاع بعقار فإنه مثله حق دائم. ولكن يلاحظ أن صفة الدوام وإن كانت من طبيعة حق الارتفاق فإنها مع ذلك ليست من مستلزماته، وبالتالي فإنه يجوز بإنفاق خاص تحديده بوقت معين. 4. حق غير قابل للتجزئة. فحق الارتفاق حق غير قابل للتجزئة،
سواء من حيث إنشائه أو من حيث زواله. وعلى ذلك فلا يصح ترتيب حق ارتفاق على عقار مملوك على الشيوع لأكثر من مالك ولا لمصلحة هذا العقار دون موافقة جميع الشركاء، كما لا يمكن ترتيب حق ارتفاق لمصلحة حصة شائعة في عقار شائع. ويترتب على ذلك أيضا أنه إذا تنازل أحد الشركاء في الملك الشائع عن حقه في الارتفاق فإن الارتفاق لا ينقضي، وإنما يستمر باقي الشركاء في استعماله. ويترتب على هذه الصفة أيضا أنه إذا قسم العقار المرتفق به فإن حق الارتفاق يبقى على كل أجزائه رغم إجراء القسمة، إلا إذا كان حق الارتفاق غير مستعمل في الواقع على بعض هذه الأجزاء ولا ممكنا أن يستعمل عليها، فيجوز لصاحب كل جزء منها في هذه الحالة المطالبة بزوال هذا الحق على الجزء الذي يخصه. الفرع الثاني: أنواع حقوق الارتفاق. تنقسم حقوق الارتفاق إلى أنواع متعددة، نذكر أهمها فيما يلي. أولا: الارتفاقات الظاهرة والارتفاقات الخفية. حقوق الارتفاق الظاهرة هي تلك التي تنبئ عن وجود علامات خارجية أو أعمال ظاهرة كالطرق والممرات والقنوات والأبواب والنوافذ، ومن هذه الارتفاقات حق المرور وحق المجرى وحق المسير. أما الارتفاقات الخفية فهي تلك التي لا يوجد ما يدل عليها من مظاهر خارجية أو أعمال، كارتفاق خاص بعدم البناء أو بعدم تعلية البناء زيادة عن ارتفاع معين. ويلاحظ أن من حقوق الارتفاق ما يمكن أن يكون ظاهرا في حالة وخفيا في حالة أخرى، تبعا لوجود أو عدم وجود مظاهر خارجية تدل عليه، كحق المجرى وحق المرور مثلا. فإذا وجدت قناة أو ساقية أو أنبوب على سطح الأرض كان حق المجرى ظاهرا، أما إذا جرى الماء في أنابيب مدفونة في الأرض كان الارتفاق خفيا. ويلاحظ على كل حال أن معرفة ما إذا كان الارتفاق ظاهرا أو خفيا مسألة وقائع يستقل في تقديرها قاضي الموضوع. وقد أشار القانون المدني العراقي إلى تقسيم ارتفاقات إلى ظاهرة وخفية في المادتين 1272 و 1273، ورتب على التمييز بينها ببعض الأحكام كما سنرى. ثانيا: الارتفاقات الإيجابية والارتفاقات السلبية. يكون الارتفاق إيجابيا إذا خول صاحب العقار المرتفق الحق في القيام بأعمال إيجابية على العقار المرتفق به كالمرور والمجرى والمرعى، ويكون الارتفاق سلبيا إذا كان لا يخول صاحبه مثل هذا الحق بل يقتصر أثره على إلزام صاحب العقار المرتفق به بالامتناع عن القيام ببعض الأعمال التي يملك أصلا صاحب العقار القيام بها كالارتفاق بعدم البناء أو بعدم الارتفاق بالبناء أو بعدم الارتفاع بالبناء أكثر من حد معين. وقد أشار القانون المدني العراقي إلى الارتفاقات السلبية في المادة 1274 التي سنشير إلى حكمها فيما بعد. ثالثا: الارتفاقات المستمرة والارتفاقات غير المستمرة. الارتفاق المستمر هو الذي يكون استعماله متواصلا دون تدخل حالي ومتكرر من فعل الإنسان، إما لأنها لا تحتاج في استعمالها إلى ذلك كالارتفاق بعدم البناء، أو لأنها لا تحتاج إلى فعل الإنسان إلا في بداية الأمر، فمتى ما تم ذلك أصبح استعمال الحق بدون حاجة إلى فعل حالي من الإنسان كالارتفاق الخاص بالمجرى أو بالمسيل. أما الارتفاق غير المستمر فهو الذي يلزم لاستعماله التدخل الحالي لفعل الإنسان، أي توالي صدور الفعل من صاحب العقار المخدوم كالارتفاق الخاص بالمرور والمرعى. هذا، ونشير أن بعض الفقهاء يورد تقسيما آخر من تقسيمات حقوق الارتفاق، وهو الذي يقسم الارتفاقات إلى ارتفاقات قانونية وارتفاقات اتفاقية، متأثرين في ذلك بالقانون المدني الفرنسي والقانون المدني المصري القديم. ولكننا وجدنا لدى بحثنا للقيود التي ترجع إلى حالات خاصة أنه لا بد من التمييز بين القيود القانونية وبين الحقوق الارتفاق،
وبين حقوق الارتفاق بمعناها الفني الدقيق، وأن مسلك المشرع العراقي يؤيد هذا الاتجاه. الفرع الثالث، أسباب كسب حق الارتفاق، يتبين من نصوص المادتين 1272 و1273 من القانون المدني العراقي أن أسباب كسب حقوق الارتفاق خمسة، وهي العقد والميراث والوصية والتقادم وتخصيص المالك الأصلي، حيث أن العقد والوصية تجمعهما صفة واحدة كونهما من التصرفات القانونية، فأننا سنتكلم عنهما معا في مطلب واحد ثم في الأسباب الأخرى في مطالب مستقلة. المطلب الأول، التصرف القانوني، العقد والوصية. قد يكون التصرف القانوني صادرا من طرفين وهذا هو العقد، وقد يكون صادرا من طرف واحد وهذا هو الوصية. والعقد قد يكون معاوضة كالبيع، وقد يكون تبرعا كالهبة. فالمالك العقار أن يرتب على عقاره حق ارتفاق لمصلحة عقار آخر في مقابل ثمن أو بدون مقابل. ومن المقرر فقهاء وقضاء أن الجميع الحقوق الارتفاق يمكن إنشاؤها بتصرف قانوني، ولا يقيد من إرادة الطرفين أو إرادة الموصى في ذلك سوى وجوب مراعاة قواعد النظام العام والأداب من جهة، وطبيعة حق الارتفاق من جهة أخرى. فلا يجوز ترتيب حق الارتفاق بالمرور لتسهيل تهريب البضائع، أو حق ارتفاق بالرؤية، أو على غرف نوم الجيران. فمثل هذه الاتفاقات باطلة لمخالفتها لقواعد النظام العام والآداب، ولا يجوز كذلك الاتفاق على إنشاء حق ارتفاق لشخص على عقار أو شخص آخر أو لعقار على شخص، لأن ذلك يتنافى وطبيعة حقوق الارتفاق التي تفترض إنشاؤها على عقار لمصلحة عقار آخر، وذلك لحيلولة دون العودة ما كان يدعى به الارتفاقات الإقطاعية. ويخضع التصرف القانوني عقدا كان أم وصية لأحكام القواعد العامة الموضوعية والشكلية التي تحكم التصرفات العامة، ولا يستطيع لسبب نفسه صاحب حق المنفعة أن يرتب حق ارتفاق على العقار الذي له عليه حق منفعة، لأنه لا يملك التصرف في العقار هذا. ويلاحظ أن التصرف القانوني المنشئ لحق الارتفاق باعتباره تصرفا عقاريا بحسب تعبير قانون التسجيل العقاري لا يمكن أن ينعقد إلا بالتسجيل في دائرة التسجيل العقاري. المطلب الثاني، الميراث. ويكتسب حق الارتفاق بالميراث، وذلك تبعا للعقار المرتفق، ولا يتصور انتقاله مستقلا عن هذا العقار. فإذا مات صاحب حق الارتفاق انتقل حقه إلى ورثته. إذا كان العقار المرتفق المخدوم من الأملاك الصرفة، أو إلى صاحب حق الانتقال إذا كان العقار من أراضي الدولة، لا استقلالا عن هذا العقار وإنما باعتباره تابعا له. فحق الارتفاق لا يكون عنصرا مستقلا عن عناصر التركة، فأسباب كسبه انتقالا هي ذات الأسباب التي تؤدي إلى كسب ملكية العقار المرتفق ولهذا فإن اعتبار المادة 1272 من القانون المدني العراقي الميراث كسبب من أسباب كسب حق الارتفاق أمر محل نظر. المطلب الثالث، التقادم. تقضي المادة 1272 من القانون المدني العراقي بأنه يحتج بالتقادم في حق المرور وحق المجرى وحق المسيل وغيرها من حقوق الارتفاق الظاهرة، ويترتب على ذلك أنه إذا حاز شخص على عقار مملوك لآخر حق ارتفاق ظاهر كحق المرور أو حق المجرى أو حق المسيل، واستمر حائزا له حيازة قانونية يتوافر لها ركناها المادي والمعنوي مدة 15 سنة، فإنه يكسب هذا الحق بالتقادم الطويل، وسنخفض المدة إلى 5 سنوات إذا اقترنت الحيازة بحسن نية واستندت في الوقت نفسه إلى سبب صحيح. وقد اشترط القانون لكسب حق الارتفاق المحوز أن يكون من حقوق الارتفاق الظاهرة، وذلك لكي لا يشوب الحيازة عيب الخفاء. فقد رأينا أن هذا النوع من حقوق الارتفاق له علامات خارجية تدل على وجوده وتظهره، فإن سكت العقار
فإن سكت مالك العقار الذي يباشر عليه هذا الحق المدة المقررة في القانون كسب الحائز هذا الحق بالتقادم ويلاحظ أن القانون المدني العراقي لم يشترط لكسب حق الارتفاق الظاهر بالتقادم أن يكون مستمرا كما اشترط القانون المدني الفرنسي ذلك. ومع هذا فينبغي أن يكون استعمال الحق مدة تقادم من الكثرة بحيث يسمح بقيام حيازة مستمرة تكفي لكسب الحق بالتقادم، وذلك وإذا كان التقادم يصلح سبب مكسبا لحق ارتفاق ظاهر فإنه يعتبر باب أولى سببا لتوسيع حق ارتفاق موجود من قبل. فإذا كان العقار على آخر حق مرور لا يكفي إلا لمرور الأشخاص والحيوانات، فقام صاحب العقار المرتفق بتوسيع المرور لاستعماله لسير العربات والسيارات، فإنه يكسب توسيع هذا المرور بالتقادم. تخصيص المالك. المطلب الرابع، تخصيص المالك الأصلي. من المقرر في باب الارتفاق أن يكون العقاران المرتفق والمرتفق به مملوكين لشخصين مختلفين، فإن كان لمالك واحد فلا ينشأ حق ارتفاق فالقاعدة إذن هي أنه لا يستطيع أحد أن يكسب حق ارتفاق على عقار يملكه، ولكن قد يعمد مالك عقارين أو جزئين من عقار واحد إلى خلق حالة واقعية بين هذين العقارين أو بين جزئين من العقار الواحد، يكون من شأنها إنشاء حق ارتفاق لو كان هذان العقارين أو هذان الجزئان من العقار مملوكين لشخصين مختلفين. وطالما ظل العقاران أو الجزئان من العقار الواحد مملوكين لشخص واحد فلا وجود لحق الارتفاق، ولكن إذا انفصلت ملكية العقارين أو الجزئين ليكون كل منهما مملوكا لمالك مختلف فقد نشأ حق الارتفاق دون حاجة إلى سند لإنشائه أو مرور زمان لكسبه. هذا هو المقصود بنشوء الارتفاق حق الارتفاق بتخصيص المالك، أو كما يسميه القانون المدني الفرنسي تسمية خاصة بتخصيص رب الأسرة. فقد يملك شخص عقارين متجاورين وينشئ بينهما منفذا للمرور أو يفتح نوافذ بينهما ثم يبيع العقارين لمشتريين مختلفين أو يبيع أحدهما ويحتفظ بالآخر لنفسه. وقد يملك شخص أرضا كبيرة في طرفها الشمالي نبع ماء فيجعل جزءها الجنوبي يرتوي من هذا النبع، فإذا توفي المالك عن وارثين اقتسم هذه الأرض واختص أحدهما بجزئها الشمالي والآخر بجزئها الجنوبي، انقلب هذا التخصيص الذي قام به المتوفى إلى حق ارتفاق. وقد تناول القانون المدني العراقي في هذا السبب من أسباب كسب حق الارتفاق في المادة 1273 بقوله: واحد، الارتفاقات الظاهرة يجوز ترتيبها بتخصيص من المالك الأصلي. اثنين، ويكون هناك تخصيص من المالك الأصلي إذا تبين بأي طريق من طرق الإثبات أن مالك عقارين منفصلين قد أقام بينهما بناء أو علامة ظاهرة أخرى فأنشأ بذلك علاقة نبعية أو تبعية بينهما من شأنها أن تدل على وجود ارتفاق أن العقارين كانا مملوكين لمالكين مختلفين. وفي هذه الحالة إذا انتقل العقاران إلى أيدي ملاك مختلفين دون تغيير في حالتهما بعد الارتفاق بين العقارين لهما وعليهما ما لم يكن ثم شرط صريح يخالف ذلك، فيتبين من نصوص هذه المادة أنه يشترط لترتيب حق الارتفاق بتخصيص المالك الأصلي ما يلي: واحد، يجب أن يكون حق الارتفاق ظاهرا، فإذا لم يكن كذلك كان وسيلة للغش والإضرار بالغير. اثنين، يجب أن يثبت أن العقارين كانا مملوكين لشخص واحد وتعتبر أجزاء العقار المنفصلة كالعقار الواحد ولا يهم بعد ذلك أن يكونا متلاصقين. ثلاثة، يجب أن يكون التخصيص أي البناء أو العلامة الظاهرة من عمل المالك نفسه، فإذا كان من عمل المنتفع أو المستأجر
فلا يكون هناك ارتفاق إلا إذا أقر المالك ذلك العمل. 4. ويجب أن تكون الحالة الواقعية التي أنشأها المالك بين العقارين أو بين جزئين من عقار واحد قد أراد بها خلق علاقة تبعية دائمة بين العقارين، وليس مجرد حالة مؤقتة لرغبة عارضة أو غارضة، بحيث أنه لولا اتحاد المالك لكان هناك ارتفاق قانوني مكان هذا الارتفاق الفعلي. فلو أجرى المالك المياه بواسطة قناة من عين موجودة في أحد عقاريه لسقي عقاره الآخر، فإن أنشأها لهذه الحالة يستفاد منها أنه أراد إخضاع أحد العقارين لخدمة العقار الثاني خدمة نهائية دائمة. أما إذا أنشأ المالك لدارين متجاورين يسكن في كل منهما إحدى زوجتيه ممرا بينهما ليسهل عليه التنقل بين الدارين، فلا يمكن في هذه الحالة القول بأن المالك أراد خلق علاقة تبعية ثابتة بين الدارين، إذ أنه أراد استيفاء خدمة شخصية لنفسه لا للعقار. المبحث الثاني: أحكام حقوق الارتفاق. القاعدة التي تقررها المادة 1275 من القانون المدني العراقي هي خضوع حقوق الارتفاق للقواعد المقررة في سند إنشائها، ولما جرى به العرف. ومعنى ذلك أنه إذا كان مصدر حق الارتفاق تصرف قانوني عقد أو وصية، فإن هذا التصرف هو الذي يحدد طبيعة الحق ومده. وإذا كان مصدره تخصيص المالك الأصلي فإنه هو الذي يحدد أحكام حق الارتفاق ونطاقه. وإذا كان مصدر الاتفاق التقادم فإن الحيازة وضع اليد التي كانت أساسا للتقادم هي التي تحدد نطاق حق الارتفاق وطبيعته. وبالإضافة إلى سند إنشاء حق الارتفاق ينبغي مراعاة ما جرى في شأن هذه الحقوق. فإن لم يوجد عرف تطبق أحكام المواد 1276 و 1280 من القانون المدني، وهذه الأحكام تتعلق بحقوق والتزامات كل من مالك العقار المرتفق المخدوم ومالك العقار المرتفق به الخادم. الفرع الأول: حقوق والتزامات مالك العقار المرتفق. يتبين من نصوص المادتين 1276 و 1277 أن حقوق والتزامات مالك العقار المرتفق هي كما يلي: أولا، الأعمال الضرورية لاستعمال حق الارتفاق. لصاحب العقار المرتفق أن يجري ما هو ضروري من الأعمال لاستعمال حقه في الارتفاق وما يلزم للمحافظة عليه. فحق الارتفاق بالمرور يخول مالك العقار المرتفق الحق في رصف الطريق وتعبيده ليكون صالحا للمرور، وحق الارتفاق بالمجرى على عقار الغير يخول صاحبه أن يحفر قناة تجري فيها المياه إلى أرضه. وينبغي أن تكون هذه الأعمال ضرورية لاستعمال الحق. أما الأعمال غير الضرورية لاستعمال ولو كانت غير مضرة بالعقار المرتفق به فليس له إجراؤها، وليس له كذلك إقامة تحسينات وتقدير كل ذلك مسألة يفصل فيها قاضي الموضوع. ويتقيد مالك العقار المرتفق بقيدين في مباشرة هذه الأعمال: الأول، يكون الاستعمال بأقل ضرر ممكن، فلا يجوز له أن يسلك في استعماله سبيلا مضرا إذا كان هناك سبيل أقل ضررا منه. فلو كان له مثلا حق مسيل وكان إجراء المياه القذرة بأنابيب من حديد أقل ضررا من استعمال أنابيب من فخار، فإنه ملزم باستعمال الأنابيب الحديدية. الثاني، عدم جواز ترتب أي زيادة في عبء الارتفاع بسبب ما يستجد من حاجات العقار المرتفق. ثانيا، النفقات لما كان المستفيد من حق الارتفاق هو مالك العقار المرتفق، فعليه تقع نفقات الأعمال اللازمة لاستعمال حقه والمحافظة عليه ما لم يوجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك. وإذا كان صاحب العقار المرتفق به هو المكلف بأن يقوم بهذه الأعمال على نفقته، فله دائما أن يتخلص من هذا التكليف بالتخلي عن العقار المرتفق به كله أو بعضه لصاحب العقار المرتفق.
فتكون عندئذ نفقات استعمار حق الارتفاق والمحافظة عليه على صاحب العقار المرتفق. وإذا كان الأصل هو أن نفقات الأعمال اللازمة لاستعمار حق الارتفاق يتحملها مالك العقار المرتفق، فإنه إذا كانت هذه الأعمال نافعة أيضا لمالك العقار المرتفق به فتوزع هذه النفقات على الطرفين كل بنسبة ما يعود عليه من فائدة. وقد سبق وأن رأينا حكما مماثلا لدى دراستنا لحق المجرى. الفرع الثاني: حقوق والتزامات مالك العقار المرتفق به. يمكن أن نلخص هذه الحقوق والتزامات مالك العقار المرتفق به الخادم بالآتي: أولا، الامتناع عن إعاقة استعمال حق الارتفاق، فرفضت المادة من القانون المدني على مالك العقار المرتفق به التزاما سلبيا هو الامتناع عن كل عمل من شأنه أن يؤدي إلى الانتقاص من استعمال حق الارتفاق أو يعرقل الاستفادة منه أو يجعله أكثر مشقة. ويترتب على ذلك أن ليس لمالك العقار المرتفق به رغم كونه مالكا أن يعرقل استعمال صاحب حق الارتفاق لحقه، كأن يضع ما يمنع مرور الماء في المجرى أو أن يحرث الأرض المثقلة بارتفاق المرعى. ثانيا، الامتناع عن تغيير موضع حق الارتفاق، وليس لمالك العقار المرتفق به أن يغير أو يطلب تغيير الوضع القائم أو أن يطلب تبديل الموضع أو أن يطلب تبديل الموضع المعين أصلا لاستعمال حق الارتفاق بموضع آخر، إلا إذا أصبح الارتفاق مانعا من إحداث تحسينات في العقار المرتفق به، فله أن يطلب نقل الارتفاق إلى موضع آخر من العقار أو إلى عقار آخر يملكه أجنبي إذا قبل الأجنبي ذلك، مع مراعاة أن هذا التغيير أو التبديل لا يضر بحقوق صاحب الارتفاق، بحيث أن الوضع الجديد لا يقل عن الوضع السابق يسرا في استعمال الحق حالا أو مستقبلا. ثالثا، زوال حق الارتفاق بسبب تجزئة العقار. حق الارتفاق كما رأينا حق لا يقبل التجزئة، ويترتب على ذلك أنه إذا جزئ العقار المرتفق بقي الارتفاق مستحقا لكل جزء منه، على أن لا يزيد ذلك العبء الواقع على العقار المرتفق به. فإذا كانت أرضا زراعية لها حق مجرى مثلا وتجزأت إلى عدة قطع، فذلك يقتضي تأمين حق مجرى لكل جزء منها، وليس لصاحب العقار الذي عليه حق المجرى أن يعارض في استفادة أجزاء العقار من المجري من المجرى، لأن هذا الحق لا يمكن إزالته. ولكن هذه التجزئة يجب أن لا تؤدي إلى زيادة العبء الواقع على العقار المرتفق به، غير أنه إذا أصبح حق الارتفاق بعد التجزئة لا يفيد في الواقع إلا بعض هذه الأجزاء، فلصاحب العقار المرتفق به أن يطلب إزالة هذا الحق عن الأجزاء التي أصبحت غير محتاجة إليه. كما أن تجزئة العقار المرتفق به لا يؤدي إلى زوال حق الارتفاق، فهذا الحق يظل واقعا على كل جزء منه، إلا إذا كان حق الارتفاق ليس مستعملا في الواقع على بعض هذه الأجزاء ولا يمكن أن يستعمل عليها، فيكون لصاحب كل جزء منها أن يطلب زوال هذا الحق من الجزء الذي يخصه. فلو كان العقار حق مرور على موضع معين من عقار آخر وجزء العقار المرتفق به، فيكون لأصحاب الأجزاء التي لا يقع موضوع المرور فيها المطالبة بتحرر الأجزاء التي تخصهم من ارتفاق المرور الذي كان يثقل العقار بأكمله قبل تجزئته. المبحث الثالث: انقضاء حقوق الارتفاق. ينقضي حق الارتفاق بأحد الأسباب التالية: أولا، انقضاء الأجل المحدد. بينا من قبل أن من خصائص حق الارتفاق الدوام، ولكننا وجدنا أيضا أن خصيصة الدوام هذه إذا كانت من طبيعة حق الارتفاق فإنها ليست من مستلزماته، فيجوز بإنفاق خاص توقيته بمدة محددة ينقضي بانقضائها إلا إذا اتفق على تجديدها. ثانيا، هلاك أحد العقارين. وينقضي حق الارتفاق إذا هلك العقار المرتفق أو المرتفق به إذ يصبح استعمال الحق غير ممكن،
والهلاك قد يكون ماديا وهذا نادرا، كما لو تآكل العقار نتيجة جريان النهر، أو كما لو غمرت المياه الأرض المقرر لها أو عليها حق الارتفاق فينقضي هذا الحق لزوال محله. وغالبا ما يكون الهلاك قانونيا، كما لو نزعت ملكية العقار المرتفق به للمنفعة العامة فينقضي الارتفاق مقابل تعويض مالك العقار المرتفق، ويكون ذلك باستيفاء الفرق بين تقدير بدل العقار مثقلا بحق الارتفاق وتقديره غير مثقل به. ويشترط في الهلاك الذي ينقضي به حق الارتفاق أن يكون كليا، أما إذا كان هلاك أحد العقارين جزئيا فلا ينقضي الارتفاق لأنه يظل ممكنا في الجزء الباقي من العقار. ثالثا، اتحاد الذمة. الارتفاق كما رأينا حق يحد من منفعة عقار لمصلحة عقار غيره بملكه مالك آخر، فإذا أصبح العقاران المرتفق والمرتفق به مملوكين لشخص واحد انقضى الارتفاق، لأنه لا يمكن أن يكون لشخص حق ارتفاق على عقار يملكه، على أنه إذا زال اتحاد الذمة زوالا يستند أثره إلى الماضي، فإن حق الارتفاق يعود إلى ما كان عليه قبل البيع لزوال السبب الذي أدى إلى اتحاد الذمة. رابعا، عدم الاستعمال مدة التقادم. وينقضي حق الارتفاق لعدم الاستعمال المدة المقررة قانونيا وهي 15 سنة أيا كان نوعه، ويخضع سقوط الارتفاع لعدم الاستعمال مدة التقادم لقواعد الوقف أو الانقطاع المقررة في شأن التقادم المسقط. وإذا كان حق الارتفاق مقررا لمصلحة عين موقوفة فإن مدة سقوط هذا الحق لعدم الاستعمال هي 36 سنة. وإذا ملك العقار المرتفق عدة شركاء على الشيوع فإن انتفاع أحدهم بالارتفاق يقطع التقادم لمصلحة الباقين، كما أن وقف التقادم لمصلحة أحد الشركاء يظل موقوفا لصالح سائرهم. وقد خرج الشرع في هذا الحكم على قاعدة نسبية إثر وقف التقادم وانقطاعه التي مرت بنا لدى بحثنا تقادم. خامسا، استحالة الاستعمال. وينقضي حق الارتفاق إذا أصبح استعماله مستحيلا بسبب تغيير حدث في أحد العقارين، وعلى هذا نصت المادة 1283 من القانون المدني بقولها ينقضي الحق الارتفاق إذا تغير وضع الأشياء بحيث تصبح في حالة لا يمكن معها استعمال هذا الحق، ويعود إذا عادت الأشياء إلى وضع يمكن معه استعمال هذا الحق، ويعود إذا عادت الأشياء إلى وضع يمكن معه استعمال الحق. ويترتب على ذلك أنه إذا كان الارتفاق مسبر على منزل الجار وانهدم المنزل كليا واحترق، قد يصبح من المستحيل استعمال حق الارتفاق. وكذلك إذا كان حق الارتفاق بمرور وانحبس العقار المرتفق به بحيث أصبح من المعذر الوصول منه إلى الطريق العام، فإن حق الارتفاق ينقضي بسبب تغيير وضع العقار المرتفق به، غير أن ارتفاع المسيل يعود إذا أعيد بناء المنزل كما يعود ارتفاق المرور إذا عاد العقار المرتفق به إلى حالته الأولى، تطبيقا لقاعدة إذا زال المانع عاد الممنوع. سادسا، زوال فائدة حق الارتفاق. تقضي المادة 1284 بأنه لصاحب العقار المرتفق به أن يتحرر من الارتفاق كله أو بعضه إذا فقد الارتفاق كل منفعة العقار كل منفعة للعقار المرتفق، أو لم تبقى له غير فائدة محدودة لا تتناسب مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفق به. فإذا كان الارتفاق حق مرور ثم أصبح للعقار المرتفق نتيجة فتح شارع جديد، سبيل آخر إلى الطريق العام أقرب أو أيسر، جاز لمالك العقار المرتفق به أن يطلب تحرير عقاره من حق الارتفاق ولو بدون موافقة مالك العقار المرتفق على أن يدفع لهذا الأخير التعويض مناسبا إذا كان له مقتضى. فإذا كان في وجود الارتفاق فائدة إضافية للعقار فيجب أن يعوض
عنها من يستفيد من زوالها. سابعا، تجزئة أحد العقارين تؤدي تجزئة العقار المرتفق أو المرتفق به في حالات معينة إلى زوال حق الارتفاق طبقا للمادتين 1279 و 1280، وقد سبق بيان ذلك لدى بحثنا لحقوق والتزامات مالك العقار المرتفق به، فنحيل على ذلك. ثامنا، التنازل. ويجوز لمالك العقار المرتفق به إذا كان أهلا أن يتنازل عن حق ألا واتفاق لمالك العقار المرتفق به بعوض أو بدون عوض، فينقضي حق الارتفاق في هذه الحالة باتفاق بين مالكي العقارين. وبهذا نختم صفحة 338.